Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa mimma jama'ul al-habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Mashhur fi kitabihi Bughyatul Mustarshidin. Babu tayammum ila amqal mas'alatun. فاجل الطهورين إذا صلى لحرمة الوقت ثم وجد التراب قبل خروج الوقت لزمه إعادتها ولو بمحل لا يسقط القضاء ثم يعيدها ثالثا بالماء أو بالتراب حيث يسقط القضاء قاله في العباب والشرقاوي وحينئذ يتصور أن يصلي في الوقت أربع مرات هذه السور الثلاث والرابعة إعادتها مع جماعة. Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalam ala nurul mubin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd galahi ba'daha mashur Mas'alatun Hadhi zaid ala masail fatawiyat al-arba' Zadaha min indi Al-Hayyib Abdurrahman al-Mashur Gal mas'alatun Faqidu al-tahurain Man huwa faqidu al-tahurain? Alladhi lam yajid ma'an fayatawadda' Wala turaban fayatayammam أمعه يصلي فاقد الطهر لحرمة الوقت لا يجوز أن يخرج وقت الصلاة وأنت ما تصلي لا يرفع التكليف إلا عن شخص قد مات أو شخص جن فقط ما دام عقلك فيك ولو حتى في سرير في المستشفى ما ترفع عنك وجوب الصلاة إلا نحن نقول صل بحسب استطاعتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا هو فاقد الطهر كان على قلية الجبل أو كان على الطائرة مثلا بالطائرة ما في ماء ما في ماء للوضوء أو كان في ماء للشرب لا ما في ماء ولا في تراب في الطائرة هذا بعد أن دخل وقت الصلاة وهو في الطائرة وله على طهارة يصلي لحرمة الوقت ما يجوز إذا كان مع إتمام الركوع والسجود في مكان في الطائرة واجب على وسهل الآن معرفة القبلة مع وجود الجي بي إس بل في كل كرسي في الطائرة موجود جهة القبلة ها سهل نعم ويصلي على هكذا هذا فاقد الطهورين يصلي الفرض فقط ممنوع يصلي النافلة لا وتر ولا بعدية ولا قبلية بس الفرض فقط صلى لحرمة الوقت لا وضوء ولا بدل عن وضوء التيمم إذا صلى إذا صلى لحرمة الوقت طيب صلى بعد ما صلى لحرمة الوقت ثم وجد التراب قبل خروج الوقت صلى لحرمة الوقت صلى العشاء بعد ما صلى العشاء فاقد الطهورين لحرمة الوقت وجد ترابا قال ثم وجد التراب قبل خروج الوقت لزمه إعادتها ألا ولو بمحل لا يسقط به القضاء وجب إعادة تلك الصلاة بالتراب لأنه وجد أحد الترابين وهذا هو معتمد الإمام الرملي في قوله ولو بمحل لا يسقط به القضاء ألا خلافا الشيخ بن حجر قال لا إيش فائدة ما دام تلزمه القضاء إيش فائدة الآن وجد ترابا في محل الغالب في وجود الماء ما حكمه تجب عليه الإعادة صح الشيخ بن حجر قال ما في فائدة ما دام باقي الإعادة عليه ما في فائدة في إعادتها الإمام الرملي قال يجب أن يتيمم ويصلي ما دام الوقت باقيا الشيخ بن حجر الهيثم كان وجد التراب في مكان الغالب في وجود الماء أي تلزمه الإعادة فلا يجب عليه استخدام الماء أما إذا كان في مكان الغالب في عدم الماء فباتفاق العلماء أنه يجب عليه استعمال التراب والتيمم والصلاة في الوقت باتفاق إنما الخلاف بين الشيخ بن حجر والرملي فيما إذا وجد التراب والحال أن ذلك المكان
الغالب في وجود الماء، أي أنه تلزمه الإعادة. فحينئذ الشيخ ابن رملي قال تجب، خالد الشيخ ابن حجر قال لما تجب عليه. طيب قال ولو بمحل لا سقط به القضاء، هذا خلاف ابن حجر العبارة هذه، ولو بمحل لا سقط به، قول خلافا للشيخ ابن حجر فإنه لا يوجب الإعادة، بل قال لا تجوز الإعادة في بعض كتبه، بل في بعض كتبه قال لا تجوز الإعادة إذا كان تجب عليه الإعادة لا يفعل ذلك. طيب قال ثم يعيد هذا ثاني مرة، صلى ثاني مرة على هذا القول خلاف الشيخ ابن حجر، ثم بعد ذلك يعيدها ثالثا بالماء أو بالتراب حيث يسقط القضاء، ثم وجد ترابا في مكان يسقط فيه القضاء يجب إعادتها ثاني مرة، أو وجد الماء بعد ما تيمم وصلى وجد الماء فيجب عليه أن يتوضأ ويصلي الآن بالماء، ويصلي بالماء. قاله في العباب هذه المسائل أنها الآن صلى ثلاث مرات هو الفاقد الطهورين ثم بالتراب ثم وجد الماء ثلاث مرات صلى. والشرقاوي قال وحينئذ يتصور أن يصلي في الوقت أربع مرات، أربع مرات هذه الصورة الثلاثة، فاقد الطهورين صلى أول مرة والوقت باقي صلى بالتراب ثم وجد الماء صلى وتوضأ وصلى ثالث مرة بالماء. وما هي الصورة الرابعة؟ قال إعادتها مع جماعة بعد ما صلى منفردا بالماء وجد جماعة بيصلون في الوقت يندب له إعادتها، يندب له إعادتها مع الجماعة، فيتصور أن يصلي الفريضة أربع مرات في الوقت، هكذا صورتها، هكذا صورتها. تم تقدم معنا هناك الضابط في مسألة التيمم حيث وجد الماء، في ترى يكون تيمم لفقد لعجز شرعي وترى يكون لعجز حسي، فإذا تيمم لفقد أي لعجز حسي فحينئذ بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة رأى الماء بطل تيمم، صح؟ لم يرى الماء بل شك أن ماء قد جاء بطل تيمم، ما شك بل توهم رأى هناك طير فقال هذا الطير يمكن في هناك ما بيكون طير هناك إلا وفي خضرة وماء، بمجرد التوهم هذا يبطل تيمم، بل حتى لو رأى سرابا، تعرف السراب، ظنه ماء فأتاه لم يجده شيء بطل تيمم ولو حتى السراب. متى هذا؟ قبل الدخول في الصلاة. أما فيها فمن عليه واجب أن يقضيها أبطل، أما فيها وأنت في أثناء الصلاة توهمت الماء شككت ما يبطل تيممك ولا تبطل إلا إذا تيقنت الماء. ننظر هل عليك الإعادة أو ما عليك الإعادة؟ إن قال عليك الإعادة تبطل صلاتك مجرد ما ترى الماء، ليه؟ لأنه بطل تيممك، ومن عليه واجب أن يقضيها أبطل، وإلا لا، وإلا لا تبطل صلاتك، ما تبطل إذا كنت ماشي عليك إعادة بأن تيمم في مكان الغالب فيه عدم الماء ما تبطل صلاتك، وإن رأيت الماء أمامك لكن يندب خروج من الخلاف، يندب إبطالها كي بالوضوء تفعل. أقوس أقوس تم. فائدة. ألغز السيوطي فقال أليس عجيبا أن شخصا مسافر إلى غير عصيان تباح له الرخص إذا ما توضأ للصلاة عادها وليس معيدا للتي بالتراب خص. بالتراب خص، هذا اللغز يا أبو الإمام السيوطي. أليس أن شخصا مسافر
إلى غير عصيان، ما هو ليس عاصي بسفره، تباح له الرخص إلى غير عصيان. إذا ما توضأ للصلاة إعادة، بالوضوء يعيد، وليس معيدا للتي بالتراب خص، والذي طلها بالتراب مشي على إعادة. كيف هذا؟ هذا عجيب. بالوضوء على إعادة، بالتيمم مشي على إعادة. نعم. فأجابه أحد الفقهاء الشيخ عبد الله الأنصاري، أجابه بجواب شاف، فقال، ذكر الشيخ البرماوي جواب عبد الله الأنصاري ونقله الحبيب عبد الرحمن المشهور في هذا الكتاب، فقال: لقد كان هذا للجنابة ناسيا، وصلى مرارا بالوضوء أتى بنص، كذاك مرارا بالتيمم يا فتى، عليك بكتب العلم غير من فحص. قضاء التي فيها توضأ واجب، وليس معيدا للتي بالتراص، لأن مقام الغسل قام تيمم، خلاف وضوء هاك فرق. نعم. لقد كان هذا للجنابة ناسيا، يعني هذا كيف صورة؟ قال: هذا الشخص كان عليه جنابة لكن نسين، ناسي عليه جنابة، وصلى مرارا، صلى الظهر والعصر والمغرب مرارا بالوضوء، بالوضوء. نعم. هو مسكين عليه جنابة، نام الصباح بعد صلاة الفجر وأجنب، وقام للشغل في الثياب والجفت، بقع ما درى بشيء، وصلى مرارا بالوضوء أتى بنص، كذاك مرارا بالتيمم. نفس الشيء، عليه جنابة ناسي لكنه تيمم، تيمم وصلى الظهر، تيمم وصلى العصر، تيمم وصلى المغرب. يا فتى عليك بكتب، عليك بكتب العلم يا خير من فحص. طيب، قضاء التي فيها توضأ واجب. ليه؟ لأن الوضوء لا يقوم مقام الغسل، وليس معيدا للتي بالتراب خص. ليه؟ لأن التيمم يقوم مقام الغسل ومقام الوضوء. صح، يقوم مقام الغسل ومقام الوضوء، لأن صح التيمم المحدث حدثا أصغر بنية الأكبر، إذا كان غلط، إذا كان غلط أنا محمدا لا، هذا لعاب سنكي، إذا كان يقول أصغر أكبر وأكبر أصغر هذا لعاب، أما إذا كان غلطا نسيانا يصح ذلك، غلطا أو نسيانا يصح. طيب، قال: لأن مقام الغسل قام، ألا مقام التيمم، ألا قام تيمم خلاف وضوء، الوضوء لا يقوم مقام الغسل، أما التيمم يقوم مقام الغسل مقام الوضوء، هاك فرقا به تخص. هاك فرقا به تخص. إذا سئلت عن ذلك فكيف يجب الإعادة على من توضأ ولا تجب الإعادة على من تيمم؟ في الحقيقة لو صعبة، لكن لما نحن قد عرفنا الجواب استسهلنا الجواب. الأولين كانوا فقهاء أذكياء، ما هم كمان فقهاء أغبياء. الأولين كانوا فقهاء أذكياء، مجرد يفهم السيوطي بهذا اللغز حصل هذا الشيخ عبد الله الأنصاري يجيب عليه بجواب شاف سهل. كيف الجواب؟ إذا كان نام وأجنب ثم قام وقد نسي للجنابة وتوضأ لصلاة الظهر والعصر والمغرب عليه عادة الظهر والعصر، بخلاف لو نام ثم أجنب ثم قام وتيمم للعجز حسا أو شرعا لله الظهر وتيمم العصر وتيمم المغرب ما في عليه عادة، لأنه يصح التيمم ألا بنية الأثر الأكبر إذا كان غلطا أو ناسيا، أما عمدا لا، لأنه لعاب يكون. فالتيمم يقوم عن الأثر الأكبر عن الوضوء والغسل، والوضوء لا يقوم عن الغسل، فلهذا كان من توضأ عليه الإعادة ومن تيمم ليست عليه الإعادة. والله أعلم. لا ثم يقول صلاح الله يعني يقول أتونه وصلاح الجسد قال بروح صلاح الشأن كل الله فرج المسلمين يفتح عليك نعم عليكم على هؤلاء الطالب وفتح العارفين وجعلنا يوم الدين عن مدرية دينك من سواء السبيل ويجعلنا ويحفر عمال العارفين العالم العلم لكن عينا حق لكنا زينا كمال إجدى بالنبي محمد الرؤوف الرحيم يغفر لنا ذنوب بسنا ويتقنا كمال التقوى وكمال استقامة كمال اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة الفاتحة إلى حضرة النبي محمد فاتحة
العالمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فكهنا وفك أهلنا وقربات لنا دين أهل الجوار، رفنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزك الكل حلالا دائما، واخلا اتقيا علما، نحظى بالخير ونخفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، واكر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون، واغفر واستر انت اكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الأصحاب الغرام ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.